هجوم كبير تعرض الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحة محمد علي من قبل مجموعات طلبت بتطهيره ورفعت شعارات ضده وضد من اعتبروهم من وجوه الفساد، وكان هذا خلال احتفال الاتحاد بالذكرى 60 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد. حسين مشي. وسط غياب كل الأعوان الأمن بساحة محمد علي لمدة أكثر من 15 دقيقة، شهدت الساحة صراع كبير بين مؤيدين الاتحاد ورافضين ليه، اللي رفعوا شعارات طالبوا فيها بتطهير الاتحاد، وصلت لحد ديجاج الأمين العام. صراع أبيحت فيه كل وسائل العنف من لفظي ومادي باش تفسح المجال للحجر والهراوات اللي تفعل في أبناء الشعب الواحد فعلها. وبمجرد قدوم الأمن تم تفريق الزوز أطراف، لكن الجو العام بقى مشحون. من تظاهرة احتفالية بالذكرى 60 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد الساحة نيزال، هكا هو حال بطحة محمد علي اليوم، والأكيد أنه باش تخرج عليها عديد القرارات، خاصة من جهة الاتحاد اللي تعرض بعض قيادات وقواعده للضرب كان في مجمل خطير، وعن رابطات حماية الثورة اللي اتهموا الاتحاد بالاعتداء عليهم بالآلات الحادة والغاز المشل للحركة. العمل كان صعيب اليوم في ساحة محمد علي. شكرا لكل طاقم الصحفي. صور حصرية لقناة تسمع.